شكون هو الشخص اللي قريب ليك في حياتك؟ يلا عندي اثنين، فبعد الله سبحانه وتعالى كما كل المسلمين عندي عيسى اخويا رفيقي وسندي ودراعي وحبيبي وخويا وليدي كل شيء، وعندي ثاني شيء الثاني عمار. عندي عمار وعيسى. شوفي يقول لك المرأة اللي في كتافها الرجال عمرها ولا طيح. عيسى لو يقولوا لي نقصي حياتك زيد نحي حياتك، لو يقولوا لي عيسى يزيد يعيش اكثر منك ويعيش هاني عليك ويعيش بيان خير منك، ولا نسمح في كلش اخويا. امني شحال نحبو، امني ان شاء الله بيخليه لي ان شاء الله دائما في كتافي. وعمار عندي زوج ونجيبو تحيه احنا تاني عيسى، هو من فريق الاعداد. عيسى اخلينا الكل.